في إطار محاربة الإجرام بشتى أنواعه، ولا سيما عصابات الأحياء، لما تشكله من خطر على الأمن المادي والمعنوي للمواطن وممتلكاته. بناء على اتصال هاتفي على الرقم الأخضر 1055، مفاده وقوع شجار على مستوى قرية عوين زريقة بلدية برج بواريريج. على الفور تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بواريريج والتوجه إلى عين المكان، أين تم معاينة مجموعة من الأشخاص، البعض منهم ملثمين حاملين أسلحة بيضاء، سيوف وعصي وحجارة من ذوي السوابق العدلية، يشكلون عصابة أحياء الهدف منها زرع الرعب والهلع وسط سكان الحي، حيث قاموا بالاعتداء على بعض المواطنين وممتلكاتهم بتحطيم السيارات المتواجدة بعين المكان. العملية مكنت من حجز أسلحة بيضاء عصي خشبية مع توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً. في إطار الأنشطة الردعية التي تشنها مصالح الدرك الوطني ببرج بواريريج للمحافظة على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وبيع السلع المقلدة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخليل من معالجة قضية تتعلق بتهريب بضائع أجنبية سجائر وحيز مادة تبغ بدون سند قانوني تورط فيها شخص يبلغ من العمر 41 سنة. حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة عن طريق الرقم الأخضر 1055، على إثرها تم تشكيل دورية وتوقيف السيارة مشبوهة نوع فولكسفاجن كادي. بعد تفتيشها عثر بداخلها على 36500 علبة من السجائر أجنبية الصنع، وبواسطة التحقيق وبعد تعميق التحريات تم حجز 47000 كيس من مادة الشمة بوزن 15.46 قنطار. بعد الاستفسار مع المشتبه فيه تبين أنه لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بنقل أو حيز المواد التبغية ليتم توقيفه وحجز البضاعة وتسليمها إلى إدارة الجمارك ومديرية ملاك الدولة ورفع الجنح التالية. تهريب بضائع أجنبية سجائر، حيز مادة التوغة شمة بدون سند قانوني، انعدام الفوترة، تهرب ضريبي. بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.